ومثال آخر شيخ الإسلام بن تيمية، من يتأمل سيرته رحمه الله تعالى وجهاده العظيم في نشر السنة والرد على أهل البدع والأهواء، كان مع ذلك وبعض أهل الأهواء وشوا به عند السلطان وسجن، حتى إنه مات رحمه الله في السجن بسبب وشاية أهل الأهواء فيه. مع ذلك كله يعني سجن كثيرا ومات في السجن، مع ذلك كان يعظم أمر السمع والطاعة لولاة الأمر، وشديد التحذير من الخروج على الولاة ونزع اليد من الطاعة، وله في ذلك مصنفات رحمه الله، وله في ذلك مصنفات. فكان يبين أن هذا المسلك الذي ونزع اليد من الطاعة يترتب عليه من الفساد ما هو أعظم مما يقع من الولاة من فسق أو ظلم أو جور. بل من عجيب أمره رحمه الله أنه قبل موته قال ما معناه: إني قد أحللت السلطان الملك الناصر من حبسه إياي، أحللته من حبسه إياي، لكوني فعل ذلك مقلدا غيره معذورا، ولم يفعله لحظ نفسه بل لما بلغه مما ظنه حقا من مبلغه، والله يعلم إنه بخلافه. فقبل وفاته يقول مثل هذا رحمه الله. ويقول رحمة الله عليه: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف، وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.